لسه عندنا اخبار كتيره جدا وحلقتنا لسه كبيره، هنشوف يمكن كمان ايه اللي قالته الصحف العالميه في تصفيات اوروبا وتصفيات افريقيا من خلال المحترف. نبدأ مع عناوين الصحف والمواقع الرياضية العالمية، نشوف يا ترى قالت إيه عن هذه التصفيات. نروح لأسبانيا وماركا الأسبانية، هنبدأ جولتنا في أسبانيا تحديدا مع جريدة ماركا اللي ركزت على تأهل المنتخب الأسباني لنهائيات كأس العالم 2022 بعد فوزه على السويد 1-0. كتبت الجريدة: نجاح عالمي وهدف لموراتا في الدقيقة 86 بيمنح أسبانيا التأهل المباشر للمونديال. لسه في أسبانيا مع جريدة سبورتي الأسبانية، وكمان أكيد ركزت على تألق وتأهل المنتخب الأسباني لكأس العالم 2022 بعد الفوز على السويد 1-0، وكتبت: إلى نهائيات كأس العالم. وكمان كتبت: لويس إنريكي ينجح في التأهل بمشروعه الشاب. طبعا ده طبعا بمشروع الشاب نتيجة زي ما بقول لحضراتكم ان المنتخب الاسباني يملك عناصر جيدة جدا في مستوى متوسط اعمار لا يزيد عن 22 سنة. كمان الصحيفة تحدثت عن برشلونة ومدربه تشافي، وكتبت: تشافي يبحث عن لقاء الديربي. وطبعا زي ما بقول لحضراتكم كل الجرايد وكل الناس منتظرة طبعا تشافي وظهوره الاول مع فريق برشلونة من خلال عودة تاني الى الدوريات الاوروبية. هنسيب اسبانيا ونروح لصحف ايطاليا، تحديدا صحيفة كوريري ديل سبورت اللي ركزت على لقاء المنتخب الايطالي الحاسم امام منتخب ايرلندا الشمالية للتأهل لنهائيات كاس العالم، وكتبت: من اجل الحب. طبعا الصحيفة تحدثت عن تأهل صربيا واسبانيا لنهائيات كاس العالم، وكتبت: صربيا واسبانيا الى المونديال. وكمان كتبت: كريستيانو رونالدو وابراهيموفيتش الصدمات تذهب الى يعني التصفيات. يعني عندهم كمان يعني زي ما بقول على مستوى النجوم الكبيره، هي ترى هنتحرم من وجود نجوم كبيره زي رونالدو وابراهيموفيتش في كاس العالم؟ ده اللي هنشوفه خلال الايام او الاسابيع القادمه. كمان الصحيفه اهتمت بتصريحات فابيو كانافارو بشان صراع لقب الدوري الايطالي، وكتبت: مباراة انتر ميلان ونابولي ستقدم يعني اجابات سريعه على حسم الدوري الايطالي. ويمكن كلام مبكرا شويه، لكن طبعا الانتر والميلان من ضمن المرشحين بقوه طبعا مع اي سي ميلان، مع طبعا يمكن غياب اليوفنتوس شويه، لكن الدوري الايطالي كمان دوري مشتعل. لسه في ايطاليا مع توتو سبورت الايطاليه اللي ركزت على لقاء منتخب ايطاليا امام ايرلندا الشماليه، طبعا اللقاء الحاسم لتأهل المنتخب لكأس العالم 2022، وكتبت: نحن معك. طبعا ده إشارة للمنتخب، كل جماهير وشعب إيطاليا مع المنتخب الإيطالي من خلال هذه المباراة الفاصلة أمام أيرلندا الشمالية. تعالوا نسيب إيطاليا ونروح لإنجلترا، تحديدا صحيفة ميرور سبورت اللي اهتمت بمباراة المنتخب الإنجليزي أمام سان مارينو لحساب طبعا التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، وكتبت رسالة خاصة لهاري كين، حيث طبعا هاري كين ترى الصحيفة أن هاري كين يعني المباراة كانت بتمثل له فرصة كبيرة جدا جدا للعودة إلى التسجيل وكسر المزيد من الأرقام القياسية. حضرتك عارفين أن هاري كين كمان كان هاتريك في هذه المباراة. على مستوى طبعا تصفيات افريقيا وعلى مستوى منتخبنا ان شاء الله كل التمنيات بالتوفيق في مباراه غدا امام الجابون، ان شاء الله كل التوفيق علشان نكسب. المكسب مهم جدا، تاني بنقول مهم جدا علشان يعني ما نرجعش نندم، لان في خلال بكره في مباريات حاسمه في تصفيات افريقيا للوصول، في الجزائر هتلعب ونيجيريا وتونس. يمكن تعثر احد هذه الفرق مع فوز منتخب مصر قد يكون هو بوابة الصعود للتصنيف الأول في أفريقيا، وبالتالي تكون يعني المباراة الحاسمة القادمة في مارس تكون إن شاء الله مصر قادرة على الوصول لكأس العالم. وزي ما بقول لحضراتكم رغم كل دوت منتخب مصر منتخب كبير، واللي عايز يوصل لكأس العالم لازم يكون عنده طموح، لازم يكون عنده إصرار، أيا كان الفرقة اللي هتلعبها مين لازم يكون عندك قلب جامد وتقول إحنا مصر
اكبر دوله على مستوى افريقيا. المستويات يمكن بتزيد شويه في شمال افريقيا، لكن احنا باذن الله قادرين باذن الله الوصول لمونديال 2022.